كان الحاجب كلما غزا غزوة فإنه ينفض غبار المعارك ويضع هذا الغبار في قارورة، كل معركة يعني يجمع الغبار ويضعه، موصيا أن يوضع معه هذا الغبار في قبره، متمثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة وعند الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال موضع الشاهد: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فكان يجمع غبار المعارك، وأوصى بأن يدفن معه هذا الغبار. فكما